مات عين شمس، مكملين هذا الملف الشائك الذي قد يكون هو الشعلة التي يأتي منها كل الخراب. وخلينا نسأل من زاوية مختلفة دكتور هاني مهنا كامل، باحث في علم الاجتماع. دكتور هاني مساء الخير. مساء الخير على حضرتك واستاذ اسلام الراقحي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ملخص وموجز منه لزياره السيد الرئيس، وكان ملخص الحقيقه مفيد جدا. تحت امر حضرتك. احنا كنا مع الاستاذه زينب وحيد وبنتكلم عن تاثير السوشيال ميديا وكيفية المعالجة من الزاوية الإعلامية، لكن عاوزين ناخد الموضوع من زاوية اجتماعية أكتر. باعتبار سيادتك متخصص في علم الاجتماع، هل تأثير السوشيال ميديا بيختلف من شعب الآخر؟ وهل الطبيعة المصرية أو الشعب، طبيعة الشعب المصري له تأثير زايد يعني بتأثره بالسوشيال ميديا، وإن الشائعات بتاخد حيز من تفكيره وبنوصل لآلاف من الشائعات في وقت قليل في عدد قليل من الدقائق وعلى مستوى شير عالي جدا، وكيفية معالجة هذا من وجهة نظر سيادتك؟ بما ان حضرتك اتكلمت عن الشائعات، فيمكن الاساتذه سبقوا واتكلموا عن الشائعات بشكل مستفيض، لكن ده بينقلنا لزاوية اجتماعية اخرى وهي حروب الجيل الرابع والخامس. لكن قبل ما نقول حروب الجيل الرابع والخامس اللي بتستخدم الشائعات وبس الروح الإنهزامية في الشعوب، أحب بس أذكر بشكل مختصر جدا إيه هي الحروب التقليدية، ثم تطورت إلى أن تطورت بهذا الشكل وأطلق عليها حروب الجيل الرابع والخامس. يعني تمثلت الأجيال الثلاثة من الحروب الأولى في استخدام البنادق والمدافع، ثم استخدام الطائرات والمعدات الحديثة نسبيا، لغاية ما تطورت وبقت ظهرت الطائرات المقاتلة ذات القدرات الفائقة والصواريخ الذكية، وانتشرت وسائل الإنذار المبكر، إلى أن جاء الجيل الرابع وتمثل فيه وجود فصائل أو خلق فصائل وميليشيات عسكرية غير تقليدية بتقوم بأعمال إرهابية داخل الدول، وتستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي والتقدم التكنولوجي لنشر الشائعات والروح الانهزامية، حتى حروب الجيل الخامس والتي تهدف إلى احتلال العقول. اليوم بقى بعد ما لخصت تطور الحروب الأجيال الخمسة، في مصطلح جديد في العلم الاجتماع اسمه ثقافة اليوتيوب. المفروض المقصود بثقافة اليوتيوب هنا ثقافة تويتر، فيسبوك، اليوتيوب. أصبح الكل تقريبا بيمتلك الآلة الإعلامية الخاصة به، وبذلك فكل شخص بيعد مصدر للخبر ومرسل ومستقبل له، وبذلك بيبقى عندنا ملايين بل مليارات المنصات الإعلامية. فاستكمالا لسؤال حضرتك هنا، كيف يواجه الشخص العادي هذا السيل من الأخبار والمعلومات، وكيف يميز بين الصواب والخطأ؟ يعني ايه الحل؟ قبل ما نقول ايه الحل، هعرض برضو لحضرتك عن عالم اجتماع ألماني اسمه ايرليش بيك. ده عمل كتاب بعنوان مجتمع المخاطر العالمي، اشار فيه الى المخاطر اللي بيصعب السيطرة عليها، مثل ارتفاع درجة الحرارة والارهاب العالمي والازمات الاقتصادية. الارهاب العالمي والازمات الاقتصادية، وضح فيه ان الخطر بيعادل القوة المدمرة للحرب. يعني تخيل حضرتك، خطر الإرهاب العالمي بيعادل القوة المدمرة للحرب، وإن أي دولة لا يمكنها أن تحارب هذه الأخطار وحدها. هنا بقى أصبح على الفرد شيء أساسي إنه يتخذ قراراته بنفسه، وبحثاً عن الأمان المفقود خلص إلى حاجة مهمة جداً، إن العلم يزيد درجة الوعي بالمخاطر المحيطة. العلم يزيد درجة الوعي بالمخاطر المحيطة، وده يمكن هيكون على المدى البعيد. لكن على المدى القريب، وكيف تتعامل مصر مع الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس التي تسيطر على العقول، هنا يمكننا ذكر شيء مهم جدا، ان الدولة والشعب لديهم خبرة العبور من مثل تلك الأزمات او الشائعات، ولنا في 25 يناير و30 يونيو خير مثال على ذلك، حيث زادت نسبة الوعي، طبعا ليس بالشكل الكافي ولكن زادت نسبة الوعي.
طيب ايه الحل على المدى البعيد؟ الحل على المدى البعيد بيكمن في وضع خطه تعليميه ثابته لا ترتبط باشخاص، تنشئ اجيال واعيه. يعني ما يجيش كل سنه مثلا نغير في السياسه التعليميه سواء ما قبل الجامعي او ما بعد الجامعي. الوعي ده هيساعدنا اننا ندرك ان احنا في عالم واحد، ان البشريه كلها كل موحد رغم الصراعات السياسيه والمطامع الاقتصاديه والاختلافات الثقافيه والايديولوجيه. ده بالنسبه للحل على المدى البعيد. فنرجع للاجابه ونوجزها ان الشعب قادر على التمييز ما بين الصواب والخطا، ان الوعي زاد لدى الشعب. علشان كده في حاجه مهمه جدا، احنا دايما بنحمله الاعلام كل المسؤوليه، وده لا يصح. الاعلام طبعا يتحمل جزء كبير جدا من المسؤوليه والرد عن الشائعات ونشر الصواب وبحر الخطر، لكن يجب البدء هنا في مشروع اعلامي جديد يواجه التطور دوت. يعني مثلا فتح ميزانيه ضخمه للاستثمار الدوله في اليوتيوب وتويتر وفيسبوك، بالاضافه الى الاستثمار في راس المال البشري. الاستثمار في راس المال البشري، تعليم، صحه، توعيه، هيبقى ليه مردود ينعكس على الامن القومي، تثبيت اركان الدوله، وزياده راس المادي التقليدي. ده بالنسبه للحل، بما اننا طرحنا السؤال فكان لازم نقول هذا الحل. شكرا ليك دكتور هاني مهنا كامل، الباحث في علم الاجتماع، مداخله قيمه ولكن تحتاج يعني الى حلقه لوحدها طبعا، عشان المجال الاجتماعي ده او علم الاجتماع من اهم العلوم اللي نقدر نتفادى من خلاله كل المخاطر من خلال الابحاث في هذا العلم. ارجع اعود لضيفي